الفترة اللي جاية زي ما مستر موسيماني حتة السفر والإجهاد ماشي، أنا مع مستر موسيماني في الجزء ده، ولكن الحلول لازم تبقى متواجدة. يعني هو برضو اتكلم على إن أنا مش بدي مبررات، أنا كمدير فني ما بديش مبررات، إنما لازم الناس في بعض الأحيان تبص للأمور الواقعية شوية، في إجهاد، في عامل السفر ما لحقوش يحضروا الماتش. طيب ماشي، انا مع مستر موسيماني في النقطه دي. طب انا عندي ماتش كمان يومين، انا كنادي اهلي عندي ماتش كمان يومين، وعلى فكره هنضغط كتير جدا 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 الفتره دي، الفتره اللي جايه والفتره اللي بعد اللي جايه هنضغط، فلازم يبقى في حلول موجوده، لان اللي حصل دوت او اللي حصل الاربع ماتشات ثلاث ماتشات اللي فاتوا وماتش النهارده، لا يعني كتير، يعني ما حصلتش بقالها فتره للنادي الاهلي، فلازم يكون في حلول، في حلول عند الجهاز الفني، في حلول عند اللعيبه.